بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى تقويمات في التحليل الكهربائي البسيط، وبالضبط مع السلسلة الثانية من الكتاب المدرسي أطبق معارفي. إذن فبدون إطالة، مع الوضعية رقم 4 المتمثلة في التحليل الكهربائي لمحلول كلور الحديد الثنائي، يقول إليك العناصر الكهربائية التالية. هذه 4 عناصر نتعرف عليها: هذا وعاء التحليل الكهربائي، وهذا مصباح توهجي، وبطارية للتيار المستمر، وأسلاك توصيل. يقول أرسم مخطط كهربائي توضح فيه عملية تحليل كهربائي البسيط لمحلول كلور الحديد الثنائي. إذن فهذا هو المخطط المعبر عن هذا التركيب أو هذه التجربة. إذن لدينا هذا تمثيل لمولد التيار المستمر، الخط الأكبر قطب موجب، الخط الأصغر قطب سالب، وهنا اتجاه التيار الكهربائي من الموجب إلى السالب في الدائرة الكهربائية، اتجاه الإلكترونات في الجهة العكسية من السالب إلى الموجب. المصعد هو المسرى المتصل بالقطب الموجب، والمهبط هو المسرى المتصل بالقطب السالب. يقول اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول. اذا الصيغة الشاردية لهذا المحلول هي F2 زائد زائد 2 Cl ناقص. بعد ذلك يقول صف ما يحدث عند كل من المهبط والمصعد. اذا عند غلق الدارة الكهربائية في هذه الحالة يحدث ما يلي: عند المهبط يترصب معدن الحديد، عند المهبط يترصب معدن الحديد. ننمذج ذلك بمعادلة التفاعل النصفية بالكتابة الآتية: F2 زائد زائد 2 إلكترون تتحول إلى معدن أو ذرة الحديد. ذرة الحديد مع ذرة الحديد مع ذرة الحديد إلى آخره تعطي لنا راصب الحديد الذي يظهر على المهبط. عند المصعد نلاحظ في نفس الوقت الذي يترصب فيه المعدن، قلت عند المصعد نلاحظ تصاعد غاز. هذا الغاز حينما نكشف عنه نجده غاز الكلور. التفسير المجهري أو التعبير العلمي لما يحدث بمعادلة أو نمذجة بمعادلة نصفية يكون بالصيغة التالية: كل شاردتي كلور تنجذبان إلى المصعد تتحولان إلى جزيء الكلور بعدما تتخلص أو بعدما يفتك منهما الإلكترونين لفائدة المصعد. إذن 2 Cl ناقص تتحول إلى Cl2 زائد إلكترونين. استنتج المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التحليل. إذن المعادلة الإجمالية المنمذجة للتحليل الكهربائي لكلور الحديد الثنائي هي كالآتي: إذن F2 زائد زائد 2 Cl ناقص محلول بالتحليل الكهربائي يعطي لنا راصب الحديد Fe صلب زائد غاز الكلور الثنائي Cl2. إذن هذا بالنسبة لهذه الوضعية. نمر إلى الوضعية الموالية. الوضعية الخامسة: التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير. نضع في وعاء التحليل الكهربائي المزود بمسريين من الجرافيت أو الفحم محلولا من كلور القصدير الذي صيغته الإحصائية SnCl2، الذي يتفكك في الماء كليا إلى شوارد القصدير الثنائية وشوارد الكلور الأحادي. نصل المسريين بقطبي مولد، فنلاحظ عند مرور التيار الكهربائي في المحلول ترسب معدن القصدير وانطلاق غاز ثنائي الكلور. واحد حدد بسهم اتجاه انتقال الشوارد في المحلول. اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى. استنتج المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التحليل. إذن نحدد اتجاه الشوارد، حركة الشوارد في المحلول. نعم، شوارد القصدير كما تلاحظ تتجه من جميع أنحاء المحلول إلى المهبط كما هو معبر عنه بالسهم. شوارد الكلور تتجه في الجهة العكسية من جميع أنحاء المحلول إلى المصعد. بعد ذلك، بعد ما حددنا، أكتب المعادلة النسبية عند كل مصعد. إذن عند المهبط قلنا شاردة القصدير الثنائية ستستقبل إلكترونين من المهبط لتعطيان لنا في الأخير ذرة القصدير. عند المصعد يحدث العكس،
كل شاردتي كلور سالبتين ستتحولان إلى جزيء كلور بعدما تتخليان عن الإلكترونين. إذن 2Cl ناقص تتحول إلى Cl2 زائد 2 إلكترون. نستنتج المعادلة الإجمالية لتحليل كلور القصدير، تحليل كهربائي البسيط. فSn2 زائد زائد 2 إلكترون محلول يتحول إلى Sn صلب معدن القصدير الذي يترسب على المهبط زائد غاز الكلور الذي يتصاعد عند المصعد. نمر إلى الوضعية الموالية المتمثلة في التحليل الكهربائي لمحلول كلور المغنيسيوم. نحقق تركيب تجريبي الموضح في الوثيقة المبينة أدناه. نستعمل فيه مسحوق كلور المغنيسيوم الجاف MgCl2، هذه الصيغة الإحصائية له، ونلاحظ التركيبة. دارة كهربائية عال تسلسل مكونة من بطارية أو مولد التيار مستمر متصل من جهة بقاطعة، قاطعة موصولة بالأمبيرمتر، أمبيرمتر موصول بالمسألة الأول لوعاء التحليل، المسألة الثانية لوعاء التحليل موصول بالطرف الأول المصباح، طرف ثاني المصباح يعود إلى البطارية. يقول نغلق القاطعة، ماذا تلاحظ؟ برر إجابتك. في هذه الحالة لا نلاحظ أي شيء، لا يتوهج المصباح ولا ينحرف مؤشر الأمبيرمتر. التبرير لأن المركب الشاردي الجاف غير ناقل للكهرباء، لأن شوارده التي يتكون منها هي غير قادرة على الحركة، يعني لا تجد الوسط الذي تسبح فيه، وبالتالي لا ينقل التيار. إذن يقول نفتح القاطعة ونضيف الماء المقطر إلى مسحوق كلور المغنيسيوم. سمي المحلول الناتج ثم اكتب صيغته الشاردية. إذن بعد ما لاحظنا في الحالة الأولى أن المصباح لا يتوهج، الأمبيرمتر لا ينحرف، يقول نفتح القاطعة نضيف الماء المقطر إلى هذا المسحوق اللي هو كلور المغنيسيوم، وننتظر حتى ينحل كل، يتفكك كل المحلول، كل الملح، ونحصل على محلول مائي شاردي. يقول سمي المحلول الناتج. المحلول المائي هو محلول كلور المغنيسيوم، كلور المغنيسيوم. صيغته الشاردية، الصيغة الشاردية لمحلول كلور المغنيسيوم هي Mg 2 زائد زائد 2 Cl ناقص. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني. نغلق القاطعة، عين على الرسم اتجاه حركة الشوارد، صف ما يحدث. إذن لدينا المخطط ونعين حركة الشوارد على داخل الإناء، داخل وعاء التحليل. نعم، المغنيسيوم يتجه من الشوارد، المغنيسيوم تتجه من جميع أنحاء الوعاء إلى المهبط مثل ما ذكرنا، أول مهبط تتجه إليه، وشوارد الكلور من جميع أنحاء الوعاء تتجه إلى المصعد. صف ما يحدث بجوار المسريين. إذن فبجوار المسريين عند المهبط نلاحظ على المستوى العياني، عند المهبط يترسب معدن المغنيسيوم، وعند المصعد يتصاعد غاز ثنائي الكلور، أو نقول عند المهبط يهبط معدن المغنيسيوم. يعني لما نقول يهبط فإنه يترسب، يعني يخرج من المحلول ليترسب على المهبط، وعند المصعد يتصاعد غاز ثنائي الكلور. الآن التفسير أو المعادلة النسبية للتفاعل بجوار كل مسرى. عند المهبط قلنا معدن شاردة المغنيسيوم الثنائية تستقبل إلكترونين أو تأخذ إلكترونين وتتحول إلى ذرة المغنيسيوم. عند المصعد يحدث العكس، كل شاردتي كلور سالبتين تتحولان إلى جزيء الكلور Cl2 بعدما تتخلى عن إلكترونين لفائدة المصعد. إذن 2 Cl ناقص تتحول إلى Cl2 زائد 2 إلكترونين. نستنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل. كلور المغنيسيوم Mg2 زائد زائد 2 Cl ناقص محلول يعطي لنا Mg صلب، يعني معدن المغنيسيوم، زائد 2 Cl2 أي غاز الكلور. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل
أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى بإذن الله في القريب العاجل مع السلسلة الثالثة أوظف معارفي. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.